أما أولى محطاتنا الصباحية لليوم سلمى مساحة طبية رح نحكي فيها عن الحساسية الصدرية وأمراض الصدر، خصوصا هلأ مع تقلب الفصول شفنا الربيع وهلأ الصيف جاي قاسي غبار فيه شوي، كتير من الناس يمكن هلأ نوعا ما عنده أعراض من الحساسية. لنحكي أكثر عن أمراض الحساسية الصدرية كيف بتم علاجها وكيف بناخذ الوقاية منها من تقلبات الجو، معنا الاختصاصية في الأمراض الصدرية نوار البرادعي. الدكتورة نوار يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، شكرا لكم. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. يعني بداية خلينا هيك سؤال دائما بيخطر ببال كتير من الناس، ليش في ناس عندها حساسية وناس لا؟ مين هن الناس اللي ممكن ينصابوا بالحساسية على اختلاف، قبل ما ندخل بتفاصيل اختلاف أنواع هاي الحساسية؟ هلأ الحساسية هي عبارة عن شيء التهابي بالجسم عم يصير كرد فعل مناعي، تمام؟ يعني شخص بيتحسس مثلا من غبار طلع، فبس يتعرض لهي المادة في بصير في رد فعل مناعي بالجسم. هلأ عند بعض الأشخاص بيكون في عندهم رد الفعل المناعي مبالغ فيه، فبيؤدي لحدوث أعراض الحساسية اللي هي منعرفها. لذلك الأشخاص اللي عندهم فرط ارتكاز أو فرط فعالية بالمناعية بجسمهم هن اللي بصير في عندهم حساسية أكثر من غيرهم. طيب خلينا نحكي، يمكن هي متلازمة بتصيب الشخص مدى الحياة، ولا حسب إذا فينا نصنف هاي الحساسية الصدرية شو بتكون بتم علاجها؟ يعني في ناس بنعتبرهم إنه الناس بيتحسسوا بشكل دائم، بيقول لك أنا لا، يعني هي دائما بتكون معي بشكل سنوي، في ناس لا. شو الفرق بيناتهم؟ كيف فينا نعرف مثلا في عندنا حدا بالعيلة عم نشك نوعا ما إنه عنده حساسية صدرية؟ هلا فينا كمان ناخذ مصطلح ثاني عن الحساسيه الصدريه، انه او الربو. يعني الحساسيه الصدريه او الربو هنا تقريبا مثل بعضهم، بس الناس بتخاف من كلمه ربو شوي، فانتوا لطفتوها شوي. هلا هي الحساسيه لها درجات، يعني ممكن تكون حساسيه جلديه، ممكن تكون عينيه، ممكن تكون تنفسيه بتعمل لي اعراض شبيهه باعراض الربو القصبي. هلا هل هي خلال السنه، فتره السنه كلها، او خلال اشهر معينه بتتبع للشيء اللي بتحسس منه الشخص؟ فمثلا في اشخاص بيتحسسوا من العتم المنزلي، هذا دائما موجود بالبيت، صحيح، فهي كل السنه حيكونوا عم يتحسسوا منه. او من شيء موجود بمكان عملهم، مثلا اللي بيتحسسوا من الأبخرة اللي موجودة بمكان العمل، أو في ناس من الورق، يعني بيتحسسوا من العتل الموجود بالورق، عتل الورق، بيشتغلوا بمكتبة أو بيشتغلوا ب فهدول كل فترة السنة بيكونوا عم يتحسسوا، خصوصي بمكان العمل، بس يكون في ويك إند هون بتبطل في عندهم مشكلة تحسسية. هلأ اللي بيتحسسوا من غبار الطلع هون عندهم الحساسية حكما حتكون موسمية فقط، مثلا بس بفصل الربيع. هلأ كيف بشك بالشخص؟ من خلال أعراضه. يعني بيقول الشخص إنه أنا بس في بعطس، او مثلا بس بروح على شغلي دائما عم بتحسس، دائما بتضايق بس ارجع على البيت برتاح. فنحن هذا الشيء، يعني تواتر الاعراض وتكررها هو اللي بشككنا انه هالشخص عنده مشكله تحسسيه، لازم ندور عليها، لازم يراجع طبيب لحتى ياخذ العلاج المناسب لها. طيب دكتوره، عاده بعض انواع الحساسيه العلاج تبعها بيكون علاج طويل الامد مثل تماماً. ما بيقولوا، يعني في ناس مثلا بتفكر انه انا رح اخذ البخاخه او وطيب. او هي وخلص طيب ما عاد ارجع اتحسس مره ثانيه. وفي بعض الاشخاص بخافوا ياخذوا الادويه الحساسيه باعتبار بيقولوا انه فيها كورتيزون او نسبه من الكورتيزون اغلب الادويه، فبينزعجوا انه لها اثار. هل فعلا هي الاثار موجوده ولا لا؟ النسب قليله وهو لازم ياخذ هي الادويه. هلا بدايه نحن لازم نتصالح مع فكره الربو وحساسيه الصدر، انه هو دائم، انه هو مرض واقع. يعني انا ما فيني اتخبى واهرب منه، لانه انا اذا ما عالجته بشكل صحيح فانا عندي هي الاعراض رح تزيد، رح تصير تجيني هجمات متكرره، وكل هجمه حتكون اشد من اللي قبلها. هو الربو بالبدايه بيكون مرض عكوس، يعني صح في عندي تشنج قصبي، لكن بس انا اخذ العلاج هو القصبه ممكن ترجع لوضعها الطبيعي، وتواتر الهجمات بخف عندي انا اذا اخذت العلاج بشكل صحيح، ممكن عيش حياة طبيعية، أقدر مارس عملي، أحضر حفلات، ألعب رياضة، يعني أقدر مارس حياتي مثل أي شخص طبيعي إذا أخذت العلاج بشكل صحيح. لكن إذا أنا هربت من هذا العلاج فأنا للأسف ما رح أعيش حياة طبيعية، بالعكس حتجيني هجمة أشد واللي بعدها حتكون أشد، وبالتالي ما عاد مرضي عكوس. البخاخات اقترحت كعلاج لأنه هو أو هو هي فعلا هي يعني اختراع كثير مهم بحياة مريض الربو. بدل ما انه ياخذ حبوب الكورتيزون او حبوب اللي هي لها تأثيرات جهازية على جسمه،
انوجدت البخاخة لحتى يكون علاج موضعي موجه مباشرة للأصابات، ما له تأثيرات جانبية إلا خفيفة جدا. يعني تأثيرات موضعية ممكن تنحل إنه المريض يتمضمض بعد ما ياخذ البخاخ، لكن هي ما أنا مثل تأثيرات الكورتيزون الجهازي اللي ممكن تعمل مع الوقت أعراض سلبية مثل الضغط أو السكري أو البدانة أو تأخر نمو عند الطفل. اللي نحن عم نحكي عن الكورتيزون الجهازي، البخاخ حمانا من هي التأثيرات، لكن إذا الطفل أو الشخص الكبير ما أخذ هذا البخاخ هو عرضة لأنه يصير في عنده هجمات متكررة، وهو عرضة بالتالي لأنه مضطر يأخذ الكورتيزون على شكل حبوب أو إبر، فهو لما بيلتزم بالعلاج ما عاد ياخذ الحبوب او ابر الكورتيزون. طيب دكتوره خلينا نحكي عن الاطفال، يعني باعمار مبكره كيف ممكن مثلا نكتشف انه عندهم حساسيه صدريه؟ لانه بنسمع كثير انه ربو اطفال اول فينا نقول 5-6 سنوات بيكون عنده ربو، بس يكبر الطفل ممكن يرتاح منه ويخلص منه ويطير. هلا بسن الطفولة بالحقيقة الأعراض ممكن تتداخل مع بعضها، يعني ممكن بعد الإنزيمات التنفسية صعبة شوي. صحيح. هلا تشخيص الربو بنبلش فيه من القصة السريرية، مثلا في عنا قصة عائلية أو ما عنا، الطفل مثلا بيتعرض ل، يعني دائما بيكون في عنده اعراض سعال مثلا بعد ما يلعب، بعد الجريب بيقولوا لك انه بينزل على صدره وبتتصول عنده السعله لحتى تصيب، بيكون في عنده سيلان انفي مثلا، بيكون في عنده تحسس بعينه. يعني هي القصه موجهه جدا لانه الطفل قد يكون عنده ربو اطفال. هلا اختبار وظائف الرئه هو ايضا بيساهم بتشخيص الربو، لكن الاطفال باعمار صغيره يمكن ما يقدروا يعملوا هذا الاختبار. صحيح. ما يكونوا متعاونين لنساوي لهم هذا الاختبار، لذلك نحن بنتوجه من خلال القصة والفحص. بالفحص بيكون في عندي أعراض أيضا موجهة، بيكون في عندي سعال مثلا، ممكن يكون في عندي وزيز أو تشنج بأصابات الصدر، الوزيز اللي هو مؤكد على أنه في عندي تشنج. بس دائما الوزيز مسموع، بس هو مو دائما شرط يكون موجود. صحيح. ممكن يجيني الطفل فقط بأعراض سعال تشتد بالليل، أعراض متغيرة، يعني ممكن أثناء النهار ما في شيء بالليل بتزيد الأعراض، أو هو طبيعي مثلا قاعد ما عنده شيء بيقوم بيحرك وبيلعب بيلعب بيضحك بصير في عنده سعال. هلأ هي القصة هي بتوجهني للربو واللي بنسميه ربو أطفال. مصطلح ربو أطفال مو معناته أنه هو بس يكبر حيطيب من الربو بشكل نهائي. بنسبة عالية ممكن يطيب، قد النسبة؟ ممكن تخف الأعراض أو تتراجع، لكن ممكن تنكس ترجع تجيني. يعني الهجمات ممكن تغيب 20 سنة ترجع تجيني هجمة. لذلك نحن بدنا نضل حاطين ببالنا انه في عنده أرضية تأتبية، في عندنا مشكلة تحسسية ممكن تكون دائمة، وغالبا هي بتكون دائمة. تمام. لهيك نحن بنضل اخذين احتياطاتنا، المفروض يضل عم يراجع طبيبه بشكل متواتر كل 3 شهور كل 4 شهور لحتى نشيك عليه. في عندنا شيء بالربو اسمه ستيب اب ستيب داون، يعني نحن اعطينا خطة علاج للمريض، بيراجع طبيبه بعد 3 شهور اللي هي عبارة عن بخاخات أو مثلا أدوية حساسية حبوب حساسية، بيراجع طبيبه بعد 3 شهور لقينا ما عنده هجمات، الأعراض كتير مرتاح الطفل، فنحن بنعمل ستيب داون، يعني بننزل خطوة لتحت بالعلاج، بنخفف من علاج الطفل، وبالتالي نحن بهامش أمان مع المريض. بنرجع بنقول له انه خليني ارجع اشوفك بعد 3 شهور 4 شهور، او انه شو بيصير معك حاكيني. يعني لازم يكون دائما في خطه متابعه بين المريض والطبيب. نعم. كمان دكتوره خلينا نحكي اليوم الربو يمكن بيكون سهل تشخيصه وواضح بالنسبه من الاطفال او غيره، ولكن عند الكبار وخصوصا الاشخاص اللي بيكونوا مدخنين بيصير عندهم انواع من الامراض بتتشابه باعراضها باعراض الربو، وايضا مع المواد كمان بيصير عندهم نوع من الحساسيه والهيجان مثل السي او بي دي وغيرها من المتلازمات. صحيح. اللي هي بتضل العمر كله بعد ما ينصاب الشخص فيها طبعا، واللي يمكن مسبب الرئيسي الى التدخين. هدول الاشخاص كمان بيصير عندهم ازمات مشابهه. بعض الناس بيوصفوا لهم ادويه حساسيه ويمكن هي ما يكون بحاجه. صحيح. هذا الدواء، خلينا نحكي عن هذا الغلط لو سمحت. كمان هون يعني القصه السريريه كثير مهمه عندي. يعني انا بس يجيني شخص صار عنده أعراض سعال وضيق تنفس وبعمر كبير وهو مدخن صار له سنوات، أو بمدخن سلبي أو إيجابي، يعني في مثلا ستات بيقولوا نحن ما مندخن ولا منأرجل بس زوجة، لكن أزواجهم مدخنين، أو مثلا تشتغل بالحطب بيدفوا على الحطب، يعني هي كلياتها اسمها تعرض. فلما بيكون الشخص صار له سنوات عم يتعرض لهي الأبخرة أو للدخان أو للأرجلة، فهون نحن بنفوت بتشخيص آخر اسمه سي أو بي دي. مثل ما حضرتك ذكرتي الأعراض ممكن تكون متشابهة، لكن مثلا وظائف رئة عند مرضى السي أو بي دي هي غير عكوسية، يعني نحن بس نعطي المريض موسع قصبي ما حترجع لوضعها الطبيعي عكس مريض الربو بالمراحل المبكرة.
العلاج بيختلف. يعني هي البخاخه ما لها واحده عند مريض الربو ومريض السي او بي دي. مريض السي او بي دي بيعتمد على الموسعات القصبيه اكثر، مريض الربو معتمد على الكورتيزونات الانشاقيه اكثر، لذلك اليه العلاج بتختلف هون. انا ما عندي علاج ثابت عند المرضى. ادويه الحساسيه عند مريض السي او بي دي ما حتفيده مثل ما حضرتك ذكرتي، بينما مريض الربو حتفيده. بس بدي انوه لنقطه انه اذا اجاني شخص بعمر كبير وهو ما انه مدخن ممكن يتشخص له ربو، لانه صار في عندنا انماط من الربو بنسميه الربو الكهلي مثلا بيجي لشخص هو طبعا ناكبة. ممكن يجي باعمار كبيره. طيب بما انه ذكرتي في انواع او انماط من الربو، خلينا نحكي عنها ونصنفها. شو هي انماط الربو؟ قديش يمكن فينا نقول الوراثه بتلعب عامل كثير كبير بانه ممكن الشخص يكون عنده ربو؟ هلا يعني نحن حنصنف محرضات الربو او اسباب الربو لبنتين، اسباب بيئيه واسباب جينيه. هلا الاسباب البيئيه مثلا مثل انه العمل، مكان العمل اللي بيشتغل فيه الشخص فيه ابخره، فيه مواد مثلا معامل الاسمنت، في عندنا هون الاغبره تبع الاسمنت هي اللي بتحرض لي هجمات الربو، فهون بنسميه ربو مهني. تمام. مثلا في شيء اسمه ربو دوائي، يعني في عندي ادويه هي اللي حرضت لي نوب التشنج القصبي. في شيء في عندي قلص معدي مريئي، يعني ارتجاع بالمري بالحموضه تبع المري، هي كمان هون ممكن تسبب لي نوب ربو. فهون انا العلاج بيكون موجه حسب السبب او حسب المسبب. يعني انا مريض اللي عنده ارتجاع اذا ما اعطيته مضادات حموضه هون ما بيستفيد مريضي على ولا اي بخاخ. طب الاطفال اللي عندهم قلص ممكن يتعرضوا بالمستقبل لربو؟ يعني طبعاً. في اطفال اول طبعاً. في اطفال مثلا عندهم اول سنه بيقول لك انه في عندهم نواب تشنج طبعا. اللي عندهم قلص اكيد، لهيك احنا لازم نعطيهم حتى لو تم معالجته ممكن يكون مهيئين. لا اذا معالج لا ما هلا في شيء اسمه ربو كهلي بيجي باعمار كبيره. في شيء معتمد على الجينة، يعني أسبابه جينية، ببلش من الطفولة عادة بأعمار مبكرة. بنلاحظ أنه في عندنا كذا شخص بالعيلة في عندهم أعراض متشابهة أو أعراض بتوجهني لأنه ممكن يكون عنده ربو. مثلا بتلاقي شخص عنده تحسس بعيونه، شخص في عنده تحسس بجلده، شخص صحيح. في عنده تحسس صدري. يعني مش شرط تكون نفس نمط الحساسية لكن القصة العائلية كتير بتوجهني هون أنه أنا مريضي قد يكون ربو. طيب دكتورة خلينا نحكي كمان بعض التفاصيل عن مثل ما بيقولوا المحاذير. يعني دائما يمكن بينصحوا الأطباء مرضى الحساسية الصدرية أنه ياخذوا بالهم بالفترات اللي هي فترات الموسمية، الكل بيصير عنده مشاكل إن كان بالبرد وإن كان بالصيف، خصوصا مع الغبار الأشخاص العاديين عم يتضايقوا، فكيف اللي عنده حساسية؟ خلينا نرجع هيك نذكر بعض المحاذير لازم يتبعوها، خصوصا هلأ كمان يمكن بعد فترة الكورونا الناس بالكورونا حسينا ارتحنا شوي من هاي الأمراض. صح. لأنه كتر استخدام الكمامة فالناس خف شوي نسبة استنشاقها للتلوث أو صح. المحرضات. يعني أنا صرت أسمع من أشخاص أنه أنا هاي السنة خفت عندي الهجمة لأني كنت عم بلبس كمامة كتير. صحيح. وبالعكس يعني الأشخاص اللي ما التزموا أبداً فهن ما حسوا بأي فرق. يعني صح فعلا، يعني هجمات الربو كثير خفت بفتره الكورونا بسبب التزامهم مثل ما قلتي بالبخاخات، ممكن بسبب انه بعض الادويه اللي استخدمت بعلاج الكورونا بشكل عشوائي هي بطريقه او باخرى كانت تدخل بخطه علاج الربو الحساسية. يعني مثل البخاخات اللي كانت تنعطى للسعال لعلاج السعال بالكورونا، بخاخات الكورتيزون الانشاقي هي يعني في بعض الدراسات اثبتت انه قد تكون فعاله بحالات هي علاج للربو قد تكون فعاله بحالات الكورونا. دواء الازيثروميسين هو بيدخل بخطه الربو لكن بالمراحل اللي كثير منيئس منها من مريض الربو، لانه هو له تاثير مضاد التهابي، ونحن مثل ما قلنا هو الربو فيه فعاليه التهابيه، لكن اكيد نحن ما بنقول لمرضى الربو انه خذوا ازيثروميسين اكيد طبعاً. لا، هي بتتبع للطبيب اللي عم يعالج المريض. الكمامات مثل ما ذكرتي حضرتك يعني هي محرضات الربو، مثلا الانتانات الفيروسيه كانت كثير تحرض لهجمات ربو. الهواء البارد بالشتاء هو بحد ذاته او مثلا هواء المكيف بحد ذاته هو محرض لهجمات الربو. الغبار الطلع، العدس المنزلي، الروائح هي كثير بتحرض لهجمات الربو. لذلك المريض اللي بيعرف حاله مثلا بيتحسس بهذا الوقت من السنه لازم يعرف انه غبار الطلع او الغبار بشكل عام او تغيرات فروقات الحراره هي اللي بتحرض له هجمه الربو، لذلك هو يبعد، يحاول قدر الامكان يبعد عن هي المحرضات، لانه اول خطه بعلاج الربو هي الوقايه. طيب خلينا نحكي معك دكتوره عن الجهاز التنفسي، يعني قلتي اهم شيء الوقايه، اليوم كثير من الصبايا والسيدات وربات البيوت عم يتابعونا
المواد التنظيفية يعني قديش فعليا بتأثر على الجهاز التنفسي؟ كثير بنسمع انه لازم تلبسي كفوف وتحطي كمامة لما تنطفي، بس ما حدا بيلتزم بهي فينا نقول المعايير. مواد مثل الكلور، الفلاش، المواد التنظيفية هي فعليا بتأزم، يعني بتأزمه بشكل كثير كبير للجهاز التنفسي اليوم. صحيح، هي أبخرة بالنهاية، يعني هي عم تطلق أبخرة وهي الأبخرة عم تستنشقها ست البيت. هلا الجهاز التنفسي واحد بدءا من الأنف للأصابات للأصابات العلوية يعني للرئة بشكل عام، لذلك الأبخرة عم تستنشق عن طريق الأنف، ممكن تعمل لي التهاب أنف تحسسي، ممكن تعمل لي هجمة ربو، ممكن تعمل هجمة تشنج قصبي. الوقاية كثير مهمة لأنه أنا يعني عم بلش بالآلية الالتهابية من بدايتها، إذا أنا لبست كمامة ما حتتحرض الآلية الالتهابية عندي بالجهاز التنفسي، وبالتالي بكون عملت وقاية. تعرض لوقت طويل لفترة زمنية طويلة عدم الالتزام ممكن يهيئ للربو؟ هلا في ستات ممكن من أول ما يتعرضوا يصير في عندهم هجمة، وفي ستات على التعرض المتكرر ممكن يصير في عندهم، وفي ستات ممكن يصير عندهم مو ربو، ممكن يصير عندهم ببساطة شيء اسمه تليف رئة. في عندنا مرض اسمه يعني في عندنا شيء اسمه تغبرات رئة أو تليف رئة، هي نتيجة التعرض للأبخرة بشكل متكرر. يعني نحن مو بس الربو اللي منخاف منه، أيضا منخاف من أمراض أخرى. صحيح. طيب دكتورة، كمان حضرتك حكيتي إنه بعض المحفزات اللي بالجو هي بتأثر مثل المكيف وغيره. في ناس بتقولك أنا ما بقعد بالمكيف بشغل مروحة، بس في دكاترة بيقولوا لا، كمان المروحة لها المروحة تأثير سلبي لأنه هي طريقة يعني عم تحرك الجو، عم تحرك كل شيء، فكل شيء موجود غبار أو هاي عم تنتقل. كمان خلينا نحكي عن هاي التفاصيل، هي يمكن صغيرة بس ممكن تعمل فرق على الممارسة اليومية مع هاي الأشخاص ويلاقوا شوية تحسن. نحن مثل ما بيقولوا هاي الأمراض المزمنة بنعالج الأعراض، لأنه هي بتضلها ثابتة بالنهاية. صحيح. هلا يعني ما فيك، يعني هي صح إنه هي المروحة والمكيف هن التعرض لهم بشكل مباشر مؤذي، لكن يعني ما فينا نقول لهم لا تشغلوا بس يكون تكييف مركزي كمان بيضل احسن من انه نسلط الهواء بارد بشكل مباشر على المريض، او لانه كمان تحريك الغبار مثلا، يعني تحريك الغبار الموجود بالغرفه هو بحد ذاته حيستنشقه الشخص، او انه الهواء البارد اذا مسلط عليه بشكل مباشر حيستنشقه ويعمل له. يعني كمان فروقات الحراره، يعني مثلا الجو كثير مكيف وبارد بيطلع لبرا شو، كمان هذا بحد ذاته بيحرض له هجمه الربو. طيب والاطفال خلينا نحكي عنهم شوي، يكون له هيك حصه صغيره بحديثنا. تعرض الاطفال كمان لمواد التنظيف بياثر؟ اكيد يعني احيانا بتقول لك انه انا طلعته برات الغرفه ونظفته وكذا، بس بتحسي تشمي ريحه الكلور، بتحسي ريحه المنظفات، وبعدين بتحط الطفل. قد ايه بتاثر على جهازه التنفسي؟ اليوم المشكله للكل اللي عم يتابعنا، حتى مثلا انه انا بارجل ما عم يرجل، يعني خليه والله بالغرفه انه يقعد مثلا. احيانا بتفوتي بجدال ونقاش متعب مع الناس انه شو بده يصير، مع انه مثلا بتكون رئة الطفل نظيفة مثل الوردة، يعني ليش لحتى بعمر صغير عرضها لهيك التفاصيل؟ اذا فينا نقول الارجيلة بنفس المكان او نفس الغرفة، مواد التنظيف، كل هي العوامل حرام بتأثر على الطفل بشكل كبير. يعني مواد التنظيف معك حق فيها، بس اللي عم يتعرض له الاطفال بشكل يومي اللي هي الدخان او الارجيلة، يعني للاسف في ناس عندها فكرة انه اذا الطفل تعود على ريحة فما عاد يتأثر فيها. هو هذا الشيء خطأ، يعني أنا دائما عم أعرض رئة الطفل لسموم، التدخين السلبي هو من أسباب، أو بيقول لك هي مرة بالأسبوع، شو يعني إذا تعرض مثلا؟ ممكن الطفل يكون عنده مشكلة تحسسية وهالمرة اللي بالأسبوع هي اللي حرضت له هجمة الربو. صحيح. فأكيد الوقاية كثير مهمة عند الأطفال، ما يكون في تدخين بالبيت، ما يكون في أرجيلة بالبيت، ما يكون في استخدام مفرط للمنظفات أو المعقمات. يعني الوقاية بتبلش من الطفولة عند مريض الربو. صحيح دكتورة، يعني اليوم هيك أخذنا شوية تفاصيل كتير، دخلنا بموضوع الحساسية. هل في نوع من أنواع الحساسية ما حكينا عنه، أو بتحبي أنه نضيف عنه شيء معلومة قبل ما نختم فقرتنا؟ هلأ في بند بالحساسية اللي هو العلاج المناعي، نحن حكينا عن البخاخات وعن أدوية الحساسية. هلأ العلاج المناعي هو أنا أعرف الشخص، يعني هو قد يفيد بالمراحل المبكرة، أعرف الشخص بالضبط من شو بيتحسس،
عن طريق اختبارات التحسس، هي اختبارات جلدية. في عندنا نحن طيف واسع من المواد المحسسة مثل غبار الطلع، العدس المنزلي اللي هو كتير منتشر. مثلا من الصراصير، من فرو، ما حكينا عن التعرض للحيوانات، فرو الكلاب القطاط، القطاط كلهم ممكن. في ناس الريش، بتقول لك الريش انا بخليه، ريش العصافير اكيد. فنحن بنعمل هذا الاختبار لنعرف الشخص من شو بيتحسس. اذا طلع بيتحسس من ماده او من مادتين، في شيء اسمه علاج مناعي مكون من المستضدات الموجوده بهي الماده، هو علاج طويل صح، لكن قد يفيد بالمراحل المبكره وفي نسبه شفاء لا يستهان فيها بصراحه. اكيد الوقت معك خلص بسرعه، كان في كثير من الاستفسارات والتفاصيل مهم نضوي عليها معك. نتشكرك الاختصاصيه في الامراض الصدريه الدكتوره نوار البرادعي، شكرا كثير لك. شكرا لكم، وانتم دائما بتجوا بموضوع، يعني بتطرحوا مواضيع كثير مهمه للعالم. شكرا لاستضافتكم ويسعد صباحكم.